بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم لطفي من الجزائر. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة خبراء الويب الربح من الانترنت. إذا دائما مع الجديد ومع الأخبار الجديدة. تستعد شركة أبل لإطلاق هاتف آيفون SE2 منخفض التكلفة في بداية العام المقبل. واليوم رصد الهاتف في صور ثلاثية الأبعاد تكشف عن تصميم مميز للهاتف. أيضا تشغل سلسلة هواتف آيفون 12 العديد من التسريبات بالفعل في الفترة الأخيرة، حيث أيضا من المتوقع أن تنطلق رسميا في شهر سبتمبر من عام 2020، كما قدمت بعض التسريبات تفاصيل عن مواصفات هاتف آيفون SE2. وترتكز الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم أو أمس حول هاتف آيفون SE2 على تفاصيل مواصفات الهاتف التي جاءت في التسريبات حتى الآن، حيث نشرت التسريبات في مقطع فيديو على قناة كونسبتس آيفون في شبكة اليوتيوب. ويظهر هاتف آيفون SE2 بتصميم يجمع بين بعض من مواصفات الإصدار الأصلي آيفون SE بالتصميم المعدني المسطح مع نتوء في الجزء العلوي من الشاشة، بينما تتميز الكاميرا الخلفية بتصميم يحاكي كاميرا آيفون 11 مع وحدة مستطيلة الشكل. أيضا يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات بتصميم دائري. يذكر أيضا أن التسريبات قد كشفت عن بعض من مواصفات هاتف آيفون SE2 الذي يتميز بشاشة LCD بحجم 4.7 إنش، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج A13 بيونيك التي قدمت من أبل في هاتف آيفون 11. ومن المقرر أيضا أن يدعم الهاتف شبكة 4G فقط، كما يأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجابايت رام في LPDDR4X وسعة تخزين 64 أو 128 جيجابايت في سعة تخزين ناد فلاش. كما يتوفر أيضا الهاتف بثلاث اختيارات في الألوان، هم الرمادي الأبيض وأيضا الأحمر. أيضا السعر متوقع أن يكون حوالي 399 إلى 400 دولار. شكرا أخواني على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.